حيث تزينت اليوم شوارع وأحياء وأزقة مدينة بيت لحم وخاصة ساحة المهد بالزينة بالتزامن مع احتفال الطوائف المسيحية بأعياد الميلاد، لكن وللعام الثاني على التوالي يتغيب المحتفلون من أرجاء العالم من الحضور، وتكون المشاركة مقتصرة على المواطنين من مختلف المدن الفلسطينية. للمزيد تنضم إلينا من بيت لحم مراسلتنا آية الخطيب. أهلا بك آية من جديد. إذن اليوم يأتي العيد آية مرة أخرى وسط إجراءات صحية مشددة بسبب جائحة كورونا، إضافة أيضا إلى تنغيص الاحتلال لأجواء هذا العيد. ضعينا في أجواء المشهد وأنت قريبة من هناك. نعم، نحن نتواجد الآن في مدينة بيت لحم، ولكن قبل أن ننقل الأجواء لابد من التأكيد بأن الشعب الفلسطيني، جميع المدن الفلسطينية تشعر بالحزن في هذا اليوم بالتزامن مع المجازر التي يرتكبها الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني، والتي أدت إلى ارتقاء الشهداء آخرهم شهيدة اليوم غدير مسالمة. ولكن ولأن الشعب الفلسطيني يعيش هذه المأساة منذ العام 48، فقد تمكن من إيجاد حيز للفرح، وخاصة في الأعياد في ظل الحزن الذي يعم جميع المناطق. ولذلك اليوم نحن ننقل هذه الأجواء من مدينة بيت لحم رغم الحزن ورغم وجود الشهداء. يعني اليوم وكما تشاهدون الآن هناك أجواء من الفرح بالتزامن مع بدء الأعياد، احتفال الطوائف المسيحية بأعياد الميلاد، ولكن المشاركة نوعا ما خجولة، وذلك بسبب تعذر السياح من الوصول إلى مدينة بيت لحم في هذه الأيام. يعني بالعادة ما نجد الساحات مليئة بالسياح والمواطنين من الداخل المحتل والقدس والضفة الغربية، ولكن بسبب القيود التي فرضها الاحتلال بمنع دخول السياح إلى فلسطين نتيجة تفشي فيروس كورونا، تعذر الآلاف من السياح من الوصول. ولكن حتى بهذه المشاركة الخجولة تمكنت مدينة بيت لحم من استعادة بعض الحياة بعد الإغلاق نتيجة تفشي فيروس كورونا. يعني كما تشاهدون الباعة منتشرون في هناك بعض المحال التي قامت بفتح أبوابها بعد إغلاق دام لأكثر من عام، لأن مدينة بيت لحم تعتمد بشكل أساسي على السياحة. السياحة تم إغلاق المحال بشكل كامل طوال العام المنصرم. أيضا اليوم وزيرة السياحة أعلنت بأن عدد إشغال الفنادق وصل إلى 80%، وذلك مع قدوم المواطنين من الداخل الفلسطيني المحتل إلى مدينة بيت لحم لقضاء للاستمتاع بهذه الأجواء. يعني بعد قليل سيبدأ القداس داخل كنيسة المهد، ولكن أيضا المشاركة ستكون قليلة جدا، وذلك خشية من تفشي فيروس كورونا. هذه هي الأجواء الآن من مدينة بيت لحم. عيد ميلاد مجيد، شكرا لك آية الخطيب، كنت معنا مباشرة من مدينة بيت لحم لنقل أجواء العيد من هناك.